هات مجر 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 ما هو كلابي خصوص للصيد للصيد يعني مش أي هو كلاب للصيد كلاب معينة للصيد ممكن احنا بنلاقي ارنب من تحت الحجر نايمه وهي عشان بتنام غير الصبح يعني قبل الشمس ما تطلع هي تنام هي بتاكل شجر بس بالليل وبالصبح بتنام جبناها من رحنا لصاحبها قلنا عايزين ناخذ الكلب ويدرب الكلب بتاعنا الكلب بتاعنا صغير عنده 6 أشهر هي متدربة لها فترة فقال لنا اخذوها ودربوها دربوا الكلب بتاعكم عليه وخلوا الكلب بتاعكم يعشرها عشان تحبل منه وعايز له هو عايز له كلب كلبين منها عشان الضيخ ذا كويس الكلب بتاعنا كويس يعني هو بيشوفها بتعمل ايه وكل ما يشوفها تعمل ايه يعمل زيها يعني دلوقتي هي ممكن اقول لها كده تشوف الزربه تعمل تشم الزربه هنا وهو بيعمل زيها يعني بصي بيعمل زيها ايوه والكلب ده هو من ايام الفراعنه والنوعيه دي موجوده في لقيناها في سقاره في مصطبه هناك ان هو الكلب ده موجود من تقريبا ما يقرب من 4500 سنه طبعا دي حاجه جميله ان كلب بهذا القدم او الاصل الكلب ده بهذا القدم انا لقيته في سيناء الحقيقه وبقالي حوالي 7 سنين بحاول ان انا الاقي كلب نتاية عشان اقدر اجوزه علشان مش عايز ان النوعية دي من الكلاب تندثر او نخلطها بكلاب تانية ويفقد الكلب الاصالة بتاعته الكلب ده في خلال السنين اللي هو عندي فيها مصطاد وقتل حوالي يمكن 50-60 قطة
القطط سريعة جدا وصعب ان الواحد يصطادها، لكن الكلب ده بيقدر ان هو يصطادهم. هو مش بيصطادهم عشان ياكلهم، هو بيصطادهم دي غريزة ما نقدرش نوقفها، فهو بيصطادهم بيكسر رقبتهم ويقتلهم وبعد كده بيسيبهم. مانس ان هو تأكد ان هو ماتوا بيسيبهم. الحاجة الغريبة ان هو اصطاد حوالي ما بين 15 و20 عرسة. العرسة دي سريعة جدا، يعني انا عمري ما شفت، طول عمري بربي كلاب، عمري ما شفت كلب يقدر ان هو يصطاد عرسة